معانا على الهاتف احمد مرتضى منصور، عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمشرف على العاب صالات. احمد مرتضى، انا عارف ان صدمتك كبيره زينا، لان انا عارف مدى حبك واحترامك للدكتور خالد طلعت. السلام عليكم. وعليكم ازيك يا عبد الله وبركاته؟ اهلا بيك يا استاذ احمد. كابتن ايمن، كابتن جمال عبد الحميد، لا مصطفى مش ايمن. يعني الكابتن خالد، دكتور خالد كان معايا امبارح. بص، معانا كلنا، كان معايا امبارح وكان مع الكابتن جمال ومع الاستاذ احمد ومع المستشار مرتضى ومع الاعضاء ومع الكابتن احمد عادل عبد الفتاح ومع الكابتن مرعي. يا بص، شغله نشاط. الله يرحمه. انا يعني يمكن انا كابتن خالد، دكتور خالد طلعت اعرفه من وانا عندي مثلا 10 سنين. كان موجود في النادي. صح. يمكن ما قربناش من بعض الا الفتره اللي فاتت، حوالي 8 شهور دول او 9 شهور، لان انا اشتغلت معاه بقى في النشاط الرياضي. صح. مش عارف بصراحه اقول عليه الا ان هو مش بس راجل محترم ومجتهد وشاطر وفاهم، لكن انسان كمان. قوي. صح. انت كلامك صح. انسانيه معاه في الفتره اللي فاتت انا ما اقدرش انساها. بس انت عارف في ناس ما بتحسش ان هم ماتوا، في ناس بيفضلوا عايشين معاك. صح. ااا آه الواحد متاثر بدكتور خالد. مش هقدر ابين تاثري او كده، لان مهما اتكلم عليه مش هديله حقه، لكن انا عصيت كل المديرين النشاط الرياضي من سنه 90 في نادي الزمالك وحتى الان. انا بقول افضل مدير نشاط رياضي جه في تاريخ نادي الزمالك كابتن خالد طلعت. لان رقميا الحجم اختلف. زمان كنا 20,000 عضو او 18,000 عضو. صح. النهارده انت بتتكلم على 150,000 عضو او 200,000 عضو. صح. بتتكلم على نشاط رياضي اكتر من 15 20,000 لاعب. بتتكلم على 17 لعبه. بتتكلم على عدد محترفين يتجاوز ال 50 لاعب في كل الالعاب. خالد طلعت كان عامل شغل عظيم. كان شغال مع رئيس نادي ما بيقعدش، يعني صح. دي ملحوظه مهمه جدا. صح صح. يمكن انا بقى اقول حاجه كنت بنتكلم فيها انا والدكتور خالد امبارح. ان خالد طلعت من الناس اللي اشتغلت مع مرتضى منصور، وكان بالنسبه له مرتضى منصور مش اي حد يشتغل معاه على فكره. صح. لان مرتضى منصور صبح وليل ومتى وفجر شغال. فالراجل كان معاه ال 24 ساعه. ابنه كان بيجي معايا كل الماتشات. بنته ان شاء الله يكون ليها دور معانا، لانها خريج كليه اعلام. حرمه ست محترمه. كانت ست محترمه جدا جدا بيها. فدكتور خالد طلعت، يمكن انا ما قدرتش اقول لك الكلام ده امبارح، لكن انا بقول لك النهارده كلنا بنحبك. وانت ان شاء الله في ناس كده ما بتموتش، بيفضل سيرتهم عايشه. فربنا يرحمه، وبدعو لكل الناس ان هي تدعو له بالرحمه والمغفره، وان شاء الله يفضل موجود ويخلد اسمه في نادي الزمالك، لانه كان شخص عظيم. انا بشكرك جدا يا احمد، وعلى فكره احمد من يعني شهادتي هتبقى فيه مجروحه، بعيدا ان هو عضو مجلس اداره زميل احمد، من الشخصيات هو قال حته لان هو انسان. بالظبط. يعني هو كشف حته الانسانيه اللي في الدكتور خالد طلعت، لان احمد يمكن من الشخصيات الجميله الطيبه المحترمه الدؤوبه برضو بلا شك، والنشيطه داخل مجلس اداره نادي الزمالك لفترات طويله ولدورات متتاليه. انا بشكرك جدا، وانا متاكد ان كمجلس اداره وانت اولنا والكابتن جمال وانا والمستشار مرتضى قبلينا هنعمل ما يليق بالدكتور خالد طلعت. عايز تقول حاجه يا احمد؟ عايز اقول حاجه ثانيه يا خالد. اتفضل. النهارده برضو لازم ناخد عبره ان الدنيا ما بتبقاش لحد. صح. اللي انا قايله لسه ابو حميد. لسه يعني يا ريت الناس تتعظ اللي بتتخانق على المناصب وعلى الفلوس وعلى الحاجات اللي بتزول في الاخر تتعظ.
الراجل كان معانا امبارح، كان معانا اول امبارح، كان معانا انت شايفه يا خالد كل يوم. كل يوم معانا انا وانت وكابتن جمال ومستشار يعني مرتضى. ما كملش 24 ساعه، انت بتقول سايبه الساعه 2، سايبه الساعه 2 الصبح يا دوب. طيب. كملش 24 ساعه. انا يا كابتن خالد بقى يعني حظ ان دكتور خالد ان المستشار مرتضى موجود، هو ما بينساش اي حد من الرموز ولا ضد الزمالك. صح. فدي بقى يعني يا ريت دعوه ان كلنا كده يعني نتضاعف. صح. نتصالح. صح. نفكر في ان الدنيا دي الحاجات دي كلها هتمشي وهتفضل العلاقه والسيره الجميله. طيبه. دايما دايما بيقول لك ان السيره اطول من العمر يا احمد، ودي حقيقه. يعني انا سبحان الله كنت بتكلم معاه امبارح في الموضوع ده، الدكتور خالد نفسه بكلمه في الموضوع ان في ناس جم في التاريخ وعملوا حاجات كتير والناس نسيته. صح. لكن في ناس بقول لك الناس بتخلد، فان شاء الله الدكتور خالد يكون ليه الحظ ده. بشكرك جدا جدا استاذ احمد مرتضى منصور، عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمشرف على العاب صلاه.